اخبار ناريه لكل اخواتي الزملكاويه يا برنس. معانا شويه اخبار جامده جدا، وعاوز اقول لك يا برنس ان قطر صفقات الزمالك لسه ما وقفش، لسه في صفقات وفي صفقات بتخلص يا برنس، وقربت تيجي في الصيف. حلقه النهارده مهمه جدا وفيها شويه اخبار وشويه حاجات لذيذه وحلوه، ولكن بعد اذن اخواتي ما تنساش اللايك يا برنس. عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، كل يعني انت وذوقك بقى، عاوز الفيديو ده يوصل اكبر عدد من اللايكات، واعملوا شير كده وصل على سيدنا محمد. ويلا بينا يا برنس نبدا حلقه النهارده. بص بقى، نادي الزمالك بيقترب من ضم مين؟ اسرح معايا كده، اسرح، من ضم مصطفى فتحي. مصطفى فتحي يا برنس قال لاداره نادي الزمالك انا نفسي ومن عيني اجي الزمالك النهارده قبل بكره. عشان كده يا برنس إدارة نادي الزمالك بدأت التفاوض مع إدارة بيراميدز لضم مصطفى فتحي في الصيف يا برنس. وخلي بالك ده احنا لسه في شوط صفقات تاني، ولكن المدرب نادي الزمالك الجديد جوميز لما شاف مصطفى فتحي وتابع الفيديوهات، ولما إدارة الزمالك عرضته على المدرب قال لهم انا عاوزه. اللهم نعم. ومين يا جماعة؟ قولوا لي بس، وهو مين اللي يرفض مصطفى فتحي؟ وهو مين يكون عنده مصطفى فتحي وما يلعبوش؟ يا جماعة لعيب كورة، قسما بالله لعيب كورة، واحد من اللعيبة اللي في مصر اللي بحب الكورة تبقى في رجله واقعد اتفرج عليه. مصطفى فتحي ده لعيب كورة حرفيا، وحرفيا لما يجي الزمالك إضافة قوية، إضافة قوية جدا جدا لنادي الزمالك يا برنس. دي أول صفقة. تاني صفقة، صفقة ببلاش وصفقة سمعنا عنها بقالنا كتير وسنين إنها كانت هتيجي الزمالك وخلاص، بنسبة يعني بنسبة تتخطى 90%، هو كريم العراقي باك رايت النادي المصري يا برنس. خلاص ده نادي الزمالك خلص فيه، ده نادي الزمالك خلص فيه وخلص فيه ببلاش، ان هو عقده خلص مع نادي المصري يا برنس. ودوت كده كريم العراقي يعني رسميا في نادي الزمالك في الصيف اللي جاي يا برنس، وتقدر تقول ان كريم العراقي نادي الزمالك محتاجه. نادي الزمالك حرفيا هو عاوز يعني يدعم ناحيه اليمين شويه، وعاوز باكات ناحيه الشمال، عشان الجبهتين عندك واحد هنا وواحد هنا، والباقيين كلهم وقعوا، الباقيين كلهم وقعوا. فكريم العراقي برضو من الصفقات اللي هتضيف لنادي الزمالك في بدايه الموسم الجديد. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك بيخلص صفقاته من دلوقتي، بيخلص صفقاته من دلوقتي يا برنس. يعني كريم العراقي برضو من الصفقات المهمه. في صفقتين دولت لسه كلام، صفقتين ودولت لسه كلام. الصفقه لو هما الاثنين اهلاويه، الصفقتين دولت اهلاويه. اول صفقه احمد ياسر ريان، كابتن يا برنس ياسر ريان، يعني كابتن ياسر ريان بيقول لك ايه بقى، انا جايبك التصريح، بيقول لك ارحب بانضمام ابني الى نادي الزمالك. هو قال كده، هو قال كده. ولو جيت بصيت ياسر ريان، احمد ياسر ريان مصري، فمش هتضاف مثلا في قائمه الاجانب. فنادي الزمالك يقدر يا باشا يخلص، نادي الزمالك يقدر يخلص ان احمد ياسر ريان يا جماعه مهاجم، يا جماعه مهاجم، والواد حلو حلو. فانت كده نادي الزمالك ممكن يبدا التفاوض مع احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان بنسبه كام في نادي الزمالك؟ يعني 50-50، مش هنقدر نحكم، 50-50. اما القصه الثانيه هو محمد شكري اللي هو باك شمال سيراميكا برده، ولكن قصته ده هقوله لك بعد كده، ان النادي الاهلي دخل وهو عاوز يفعل العقد ده، هقول لك بقى حواره بعدين. ولكن نادي الزمالك كان عاوزه وكان بيتكلم عليه وكان عاوزه في يناير، ولكن لغايه دلوقتي برده 50-50. القصه مش في قصه الاهلي، القصه في رغبه اللاعب ان محمد شكري عاوز يلعب. وطبعا لما هيجي الاهلي علي معلول وكريم الدبيس، واحد الاولاني واحد تاني اساسي، وعندك عمر كمان بيلعبها، فهو من وجهه نظر محمد شكري ان هو مش هيلعب. هل بقى النادي الاهلي هيعتمد على على رغبه اللاعب، او هل النادي الاهلي هيجيبه وبعد كده يطلعه اعاره لاي نادي تاني؟ لسه هنشوف. ولكن دي كده الصفقات اللي بتقترب من نادي الزمالك يا برنس في نادي في الصيف اللي جاي. حكم مباراه نهائي كاس مصر محمد معروف. محمد معروف يا برنس ده اللي هيكون حكم نهائي كاس مصر خلاص. فبتمنى ان هو يكون عنده ثبات انفعالي، ان هو يعرف يدير المباراه صح. بتمنى ان ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه، بتمنى ان المباراه، بتمنى ان احنا ما نحسش بالحكم. خلي بالك انك لما تحسش، لما انت كمشاهد لما ما تحسش بوجود الحكم، فانت تعرف ان الحكم ده ماشي صح. ما انت لو ما حسيتش بوجوده تعرف ان هو داير المباراه صح. فبتمنى احنا ما نحسش بمحمد معروف في المباراه يا برنس. هو حكم النهائي كاس مصر. وبرده اصابه شيكابالا
تتكلم ان شيكابالا خارج قائمه نادي الزمالك لمواجهه الداخليه بسبب الاصابه، كده اصابه خفيفه في قدم الرجل، فهو غايب عن مباراه النادي الداخليه بكره باذن الله. فكده يا برنس انت عندك نادي الزمالك بكره عنده مباراه مع الداخليه، بعد كده عنده مباراه يوم الاحد مع الفريق في افريقيا، وبرده فتوح بقى جاهز عشان الناس تطمن، فتوح جاهز خلاص لمباراه القمه، وبرده زيزو جاهز لمباراه القمه، وربنا يستر. ويا سلام، مستنيك في النهائي. ماشي يا برنس، ما تنساش بقى اللايك بتاعك، بقى اللايك بتاعك والشير والكلام ده كله. صلاة سيدنا محمد، وسلام يا برنس.